السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ظهور الأمراض الكثيرة في وقتنا الحالي بجانب تطور الطب في العالم وأيضا العلاج لتلك الحالات المرضية، أصبح الإنسان لا يعبأ بالمحافظة على نفسه أو الكشف المبكر لبعض الأعراض حتى يطمئن على نفسه. ومن تلك الأعراض المزمنة والتي لا يعلم الإنسان أنها أصيب بها هي الفشل الكلوي، حيث نعلم جميعا أهمية الكلى وهي تصفية وطرد السموم الضارة بالجسم والتي تتواجد في الدم. فعندما لا تعمل الكلى بشكل جيد لسبب ما أو يصاب الفرد بفشل كلوي، فيصبح الشخص معرض بشكل أو بآخر للإصابة بالأمراض الخطيرة. وتوجد علامات هامة وضرورية تشير للشخص بأنه قد يصاب بالفشل الكلوي، ومن هذه العلامات هي: ولكن قبل متابعة الفيديو نرجو الاشتراك بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الأحمر وزر اللايك إذا أعجبكم الفيديو. ضعف الجسم والشعور بالإرهاق، حيث من وظائف الكلى أنها تساعد على إنتاج هرمون الإثروبيتين، وهو هرمون يزيد من عملية نقل الأكسجين إلى خلايا الدم الحمراء. فعندما يحدث ضرر بالكلى تقل عملية نقل الأكسجين إلى خلايا الدم الحمراء، وبذلك يشعر الفرد بالإرهاق دوما ويعاني من الأنيميا التي تؤدي إلى الضعف العام في الجسم. تغير في كمية ولون البول، فعندما يحدث الفشل الكلوي ينتج عنه تغير في كمية البول، فقد ربما تتبول بكمية أكبر أو أقل عن الكمية المعتادة. كما يمكن تغيير في لون البول أيضا، فربما يكون غامق مائل إلى السمرة أو شاحب اللون أو رغوي، ومن الممكن أن يكون مائل إلى الدم. التهاب في الجسم، ربما لا يعلم البعض منكم ما معنى التهاب في الجسم. فعندما يحدث الفشل الكلوي يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على التخلص من البول الزائد، فيترسب هذا البول في مناطق معينة بالجسم مثل القدم أو اليد أو الوجه، مما يؤدي إلى حدوث التهاب فيهم وتورمهم. وجود ألم مستمر أسفل الظهر، عندما يحدث الفشل الكلوي أو أي إصابة في الكلى قد يؤدي ذلك إلى وجود آلام مستمرة أسفل الظهر، ومن الممكن أن يكون في البداية في جهة واحدة من أسفل الظهر، ثم بعد تطور المرض يصبح في الجهتين. الشعور بجفاف الجلد أو الطفح الجلدي أو الحكة بالجلد باستمرار، قد يؤدي التجاهل بالمرض إلى تراكمات في الدم عندما تصاب الكلى بمرض ما، فيؤدي لحدوث طفح جلدي أو شعور بجفاف الجلد أو الشعور بالحكة. حتى مع استخدام الكريمات أو المراهم لن تجد ولن تفيد، فيجب عليك الذهاب واستشارة طبيب أمراض الكلى فورا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.